هيدي المشاهد الكارثية طلع مشروع بيوال ليحل أزمة النفايات بلبنان ويحولها لغاز الميتان لجميع الاستعمالات. المعادلة كتير سهلة، كل بيت بكب النفايات العضوية بخزان مخصص لتحويلهم لغاز الميتان بعد إضافة مكونات خاصة لتسريع العملية. تصميم الخزان مبني على حجم المنشأة، طبيعتها وكمية النفايات العضوية اللي بتطلع منها. مثل ما بنعرف غاز الميتان فينا نستعمله للطبخ وأنظمة التدفئة. حتى إذا ما بدكم تعملوا نظام كامل للاستفادة من الميتان، فينا نشتري منكم مع السويد الطبيعي اللي بيطلع من الأكل المتحلل، وهيك تستفيدوا ماديا من نفاياتكم. المنشأة فيها تكون بيت سكني، مبنى تجاري، فندق، مطعم أو حتى مخيمات. بحسب دراستنا الخزان فيه يكون مبنى أو موضوع ضمن نطاق المنشأة حسب طبيعتها. تغذية الخزان بتتم من المطبخ مباشرة لتسهيل العملية على المستخدم. النظام المركزي بيعالج النفايات وبرد الغاز ضمن أنابيب البيت. بيوال هو المشروع الوحيد يلي بخليك تطلع مصاري من كب النفايات، إن كان من ناحية الغاز اللي رح تستعمله في الحياة اليومية أو المصاري اللي بتاخدها من بيوال الشركة. بيوال في يكون مشروع صعيد بلدي لإنتاج أكبر كمية ممكنة من محل واحد وإفادة المجتمع المحلي. من الآخر حلا بقى تخلص مشكلة الزبالة، بيوال هو حلا.